قامت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم بإهداء محافظ الإسكندرية محمد الشريف وممثلي الجاليتين اليونانية والقبرصية درع المبادرة الرئاسية إحياء الجذور، وذلك على هامش فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة بالإسكندرية. كما قام محافظ الإسكندرية بإهداء نبيلة مكرم مفتاح الإسكندرية وهو أعلى وسام للمحافظة، وذلك تقديرا لجهودها في رعاية المصريين بالخارج. من جانبها أكدت وزيرة الدولة للهجرة أن النسخة الشبابية لمبادرة إحياء الجذور جاءت وفقا لما تم الاتفاق عليه في زيارتها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، مشيرة إلى أهمية نقل هذه المبادرة إلى الجيلين الثاني والثالث من شعوب الدول الثلاث.